بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من هتاف المصاطب على شاشة الحرية والجمال، ومتابعة وتحليل آخر وأهم الأحداث الرياضية. قبل ما أدخل في موضوع اليوم اللي إن شاء الله هنتناول تحليل مباريات الدوري الممتاز، أذكر بأنه يعني ممكن خبر يكون صادم لجماهير الرياضة، وصول مدرب منتخبنا الوطني أمس، والخبر الصادم أكثر أنه حيشرف على المباراة القادمة لمنتخبنا الوطني، بعد ما كل الناس كان بتتوقع أنه تتم إقالة المدرب بعد الحديث عن هروبه والإخفاق الكبير اللي حصل في المباراة الأخيرة، وضيعنا الفرصة التاريخية بالتواجد للمرة الثانية على التوالي في نهائيات الشان. بعد ما كنا متقدمين خارج الديار عدنا وخسرنا بأرضنا أمام تنزانيا. وعشان ما أظلم المدرب ونكون واضحين، إنه مشكلة المنتخبات الوطنية أنا قلتها في هذا البرنامج بكل وضوح وكل شفافية في لجنة المنتخبات الوطنية. في كل العالم كرة القدم واللجان المساعدة بيديروا الناس اللي بكرة القدم. السيد حسن برقو مع كامل التقدير والاحترام له، رجل اجتهد في مرحلة من المراحل وجمع أموال المنتخبات الوطنية، لكن ما عنده علاقة بالشأن الفني. عشان كده مشكلة المنتخبات بتظل موجودة. حسن برقو والجماعة معه لا فيه لاعب كرة سابق وما بعرفوا الأمور الفنية، عشان كده لا في لائحة بتاعت إعداد مبنية على أسس علمية، ولا في لائحة بتاعت انضباط. اللاعبين يمكن بيخافوا من دكتور كمان شداد، لكن الإخفاق الأخير اللي حصل لمنتخبنا الوطني بتتحمله لجنة المنتخبات الوطنية قبل اللاعبين. كل الناس عارفة إنه المباراة كانت يوم الجمعة، من يوم الخميس رئيس اللجنة وزع الدعوات وعزم بعض الناس وجهزوا الفنانين عشان يحتفلوا يوم السبت، تعاملوا مع الموضوع منتهي عشان غالبين 1-0 خارج الديار. عدم الخبرة، يعني ما في خبرة، ما في تعامل بعلمية وباحترافية مع كرة القدم. كرة القدم دي علم، عندها ناس، يعني احنا بلد في السودان الخبراء والناس اللي لعبوا الكورة ولعبوا في المنتخبات الوطنية ولعبوا في الأندية الكبيرة موجودين. يعني فنتمنى ان اتحاد الكرة ينتبه، لجنة المنتخبات الوطنية محتاجة لرجل بيفهم في كرة القدم. حسن برقو عنده جهده في مجال انه يوفر دعم، وده كان في عهد الحكومة اللي فاتت. كل الناس عارفين حسن برقو ده جابوا منه يا اخي، الناس جابوك مش ما تمشي يا اخي. وجود حسن برقو انا بقولها كده بكل وضوح، وكل اعضاء اللجنه المجموعه كامل التقدير والاحترام لهم على المستوى الشخصي فيهم اصدقاء يعني، لكن هم السبب في فشل وضياع المنتخبات الوطنيه. ما يزول قادر يجمع له قروش خلاص تمسكوه اداره الكوره يعني. ما احنا القصه دي مجربينها في الانديه، الانديه دي ما وقعها شنو؟ ما بيجي اصحاب القروش يعني. كله انتصار، الواحد يسهر في الاعلام ولا في عمته ويعمل له في حاجه بتاع الصحفيين. انتصارات ذاتها قاعده تفين بالصدفه يعني، ما هي ما حاجة مدروسة ولا حاجة علمية. عشان كده أنا قلتها قبل كده وبقولها للمرة الثانية، طالما منتخباتنا الوطنية بيشرف على ناس ما عندهم علاقة بكرة القدم بنظل من سيء لأسوأ وما بنمشي ليه قدام. يعني أنا أفتكر أنه عودة هذا المدرب اللي أصلا ما عنده سي في بيأهله عشان يدرب منتخبات، هو عمل سي في بمنتخب السودان، ما درب منتخبات قبل كده، طالما هو على رأس الجهاز الفني والفهم الثاني انه بيشرف على كل المنتخبات الاخرى، يعني حيمشي يطبز المنتخبات الثانية رغم وجود مدربين شباب سودانيين كفاء، محمد موسى وحمد كمال ومعتصم خالد وكده. فزي ما قلنا سابقا نقول كده بكل شفافية وكل وضوح، انه طالما اللجنة دي موجودة والمدرب موجود والطريقة اللي بيتعامل بها حسن برقو، طريقة الشو والظهور في الاعلام وكذا، المنتخب يكون محقق نتيجة ايجابية والصور واللقاءات والمؤتمرات الصحفية، طالما دي طريقته يروح نظل من اخفاق لاخفاق. نتمنى انه الاتحاد العام يدارك الموقف ويجيب اهل الشان الفني يديروا المنتخبات الوطنيه. البلد الاهل الناس اللي بيلعبوا الكوره وبيفهموها موجودين، فما في داعي يا اخي لدارين ديل شوفوا لهم حته ثانيه يا اخي، ما تمسكوا لنا الكوره اللي زول ما بيفهم فيها حاجه يا اخواننا. ما هو احنا حنقعد نزيد الكلام لينتين يعني؟ ما هو الشيء اللي حصل لمنتخبنا ده ماشي مؤلم ومؤسف يعني. شوفوا الدول، مصر القريبة دي كرة القدم والمنتخبات والأندية بيشرف على ناس لعبوا الكورة بيفهموها يعني. فنتمنى انه يحصل اصلاح يعني. احنا بعد بننتقد، انا شخصيا قاعد ادافع الاتحاد العام ده في كثير من القضايا، لكن فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية لا زال الاخفاق مستمر، لا زال عدم الاهتمام مستمر، لا زالت الفوضى والعشوائية مستمرة. نتمنى تدارك الموقف، ونحن ما حنسكت فيما يتعلق بامر المنتخبات الوطنية، لانه دي منتخبات البلد، اصلا ما حنتهاون مع زول يعني.
وزي ما انا تواصلت معاه وجبت اسماعيل حسن اسماعيل رحمه هنا في حلقه سابقه ورده دارين يجونا هنا في البرنامج يقولوا رايهم حباب عشره بننتقدوا ونفتح لهم الباب عشان نسمع وجهه نظرهم يعني رغم انه كل الناس عارفه المشكله وين يعني. طيب الواحد يعني مرات بيتكلم لانه حقيقه شعرين بالم ما حصل لمنتخبنا الوطني وما بيحصل لمنتخباتنا الوطنيه لانه بنتمنى انه منتخباتنا الوطنيه دوما تكون في المقدمه وتنال حظها من الاهتمام سواء من الدوله سواء من اتحاد الكره سواء من الاعلام الرياضي او الجمهور الرياضي وحتى اللاعبين يعني نتمنى انه نرتقي بحسنا الوطني ومنتخباتنا الوطنيه تجد الاهتمام المطلوب يعني. طيب انا سعيد جدا معايا اليوم في هذه الحلقه الزميل العزيز الصحفي والمحلل الرياضي الطيب جديد. مرحبا استاذ طيب. مرحبا بك الاخ يوسف ومساء الخير عليك. يمكن حديث يمكن ينبع من القلب حديث بمراره تحدثت بلسان حال كل يعني رياضي مهموم بالوطن بحب الوطن يريد أن يشاهد منتخبنا في تصنيف أفضل خاصة نحن في الفترة الأخيرة يعني حتى في تصنيف الفيفا متراجعين. نعم وعودة المدرب مرة أخرى لقيادة المنتخب بالتأكيد يعني وحتى المدرب في تعليقه قال هو إنه هو بيستغرب كيف إنه الناس يقولوا هرب إنه يعني مغادرته للبلاد كان بترتيب مع الاتحاد. معلوم إنه هذا الكرواتي أوصت لجنة المنتخبات بعدم التجديد له وكانت نظري يعني دي في حاجة فيها استحياء وخجل التوصي كانت ينبغي أن تكون بإغالته فوريا. نعم اللجنة طالبت بعدم التجديد له وهو حسب معلوماتي أن عقده بينتهي في نهاية 11 نعم والشرط الجزائي $5,000 يعني. نعم افتكر يعني $5,000 مبلغ ما كبير على الاتحاد والاتحاد يمتلك من الموارد ما يفوق هذا المبلغ بأضعاف. يكفي انه يعني الفيفا غرم الاتحاد في مباركات $30,000 فالأكثر $30,000 ولا $5,000. نعم فدي فيها يعني افتكر المبلغ يعني في متناول الاتحاد وبحكم العلاقة الطيبة التي تربط بالاتحاد وغادة الاتحاد كان ممكن يقبل بالتسوية أو يقبل بأنه يفسخ عقده بالتراضي. لكن أفتكر أنه لجنة المسابقات أو لجنة المنتخبات ليست بالشجاعة التي تجعلها أنها تتخذ بهذا القرار لأنه واضح أن القرار يمتلكه شخص واحد وهو رئيس الاتحاد وهو الذي يتمسك بهذا المدرب من غير أي مبررات. طيب لو رئيس الاتحاد دكتور كمان شداد رغم من خلافنا معه لكنه في النهاية هو رجل كورة كان مدرب كورة وبيفهم في الشأن الفني لكن لجنة المنتخبات دي علاقتهم شنو يعني مؤهلاتهم شنو بيخلوهم يغيموا التقييم فني لمدرب يعني ما في شفنا فيه لاعب كورة مكان مميز ولا شفنا فيه يعني رئيس اللجنة كل الناس بتعرف انه اداري ودخل كيف يعني. صحيح حتى هو يعني حديث عهد في العمل الاداري و الرياضي بالرغم انه اجتهد في الفترة الماضية لكن هنالك كثير من القصور هنالك كثير من المآخذ على لجنة المنتخبات الوطنية ابرزها يعني عدم وجود اطقم فنية متكاملة ومتخصصة لكل منتخب يعني مثلا منتخب الشباب ما فيه مدرب حراس ما فيه مدرب لياقة ما فيه طبيب ما فيه مدير كرة او مدير اداري حتى المنتخب الاول ما فيه مدير اداري مدير مكتب شداد حسين الياس هو المدير الاداري المكلف او حمد كمال ليه انا اكلف حمد كمال كمدير اداري واديه اعضاء اضافيه وهو المدير الفني لمنتخب الناشئين فدي كلها من ما بقول خرمجه لكن هي يعني بتاكد لك انه من يدير المنتخبات يعني ليست بالعقليه الرياضيه وليست التخصص الناس بتحدث عن انه منتخبنا معسكر لمباراه تنزانيا ومعسكر في فندق 5 نجوم وكل سبل الراحة والحديث حوله اللاعبين يعني يتناولون الشاي والقهوة يعني في الأشجار يعني افتكر دي واحدة مش كان موجود وما كان في انضباط نعم السبب يعني نعم ورئيس اللجنة المنتخبات كان مشغول بالدعوات والفن والتعاقد مع الفنانين للاحتفال نعم يوم السبت ودي كلها قصور وسلبيات ليه ما يكون في مدير إداري متخصص لكل منتخب ليه مدرب الحراس يكون متطوع ليه مدرب اللياقه متطوع ليه انا متعاقد مع كل طاقم متكامل عشان احاسبه
ويخرج برضه في مؤتمر صحفي يقول انا بحمل الجهاز الفني المسؤوليه. غلط، ما بتحمل الجهاز الفني، بنحمل لجنه المنتخبات الوطنيه بالتاكيد. نعم. طيب ندخل للدوري الممتاز، ونحن طولنا ما تناولنا تحليل الدوري الممتاز. يمكن لو تتفق معي يمكن النسخه دي اكثر نسخه تعرضت فيها الغمه يمكن لهزايم ولفقدان للنقاط من بدايه الدوري، ولسه يعني لانه الغمه بالشكل الحالي والذي يعني نشاهده توقع انها تتعرض لمزيد من الهزائم والخسائر داخل ارضها، ناهيك عن الولايات. يعني انا اتحدث عن بالامس جرت مباراه الهلال واهلي مرة في ملعب المدينه الرياضيه في كريمه، كان في حاله بتاعت شك من جمهور الهلال حتى من الجهاز الفني من الاداره حول انه الفريق هل سيعود من مروي بالانتصار، لانه شفنا الهلال يعاني في الولايات، وفي اول رحله لولايه نهر النيل تحديدا مدينه عدوره خسر امام الامل بهدف وتعادل بشق الانفس امام الاكسبريس بهدفين. لاول مره شفنا الهلال يفرح للتعادل، يعني انا افتكر والهلال هو العادل كان مهزوم لحد اخر دقائق يعني حتى ناس تحدث حول انه الحكم يعني منح 5 دقائق زمن اضافي، ولا وهو يعني لا تستحق انه يضيف دقيقتين او 3 دقائق. نعم. الهلال حتى هدف التعادل في الدقيقه الاخيره من زمن الاضافي، فحاله هذه الشك بتاكد انه هذه النسخه يعني نعم. لو تكلمنا عن الهلال وخسارته النقاط، يمكن يعني معلومه مهمه جدا، لاول مره في تاريخ الهلال في المنافسات المحليه يخسر مباراتين متتاليتين ويتعادل. يعني في السابق الهلال كان لما نخسر مباراه بينتصر انتصار كبير في المباراه السابقه، يعني كانت الفرق بتهابوا جدا، لكن ده رقم قياس لاول مره في تاريخ الهلال الطويل انه يخسر مباراتين متتاليتين ويتعادل في الثالثه في مباراه في بطوله محليه، وده تاكيد رقم سلبي للهلال. ويعني حتى التفكير بتاع الاداره كان مختلف هذه المره، يعني كان مع كل اخفاق او هزيمه كان في محاولة انه يقدموا الجهاز الفني ككبشي فيده، لكن الجهاز الفني كان جهاز وطني لذا صعبت عملية التضحية. ونفتكر كل الأسماء المطروحة في الساحة الهلال جربها، يعني وحتى المدربين المساعدين ومدربين الوطنيين كمبارك سلمان في أكثر من فترة، يعني كونسلت بتاع مدربين عمل في الهلال كمدربين وطنيين، يعني معظم الأسماء تكررت في الهلال. بالعوده لمباراه الهلال والاهلي مرة افتكر انه يعني كانت اعداد جيد لمباراه يعني الفريق الموزمبيقي في البطوله الافريقيه. انا افتكر لانه الهلال سيبتدي دوري الابطال بمواجهه على ارضه، افتكر مباراه صعبه للهلال، لابد انه الدوري الممتاز يكون اعداد للهلال في ظل عدم توفر نعم. معسكر خارجي. طيب تعسر الغيمه، هل ده تطور في مستوى الانديه الاخرى وحرصها على انه تحقق نقاط وتهزم القمه وكسرت الحاجز اللي كان موجود، ولا ده تراجع في مستوى هلال المريخ؟ والله انا افتكر هو يعني نحن نكون صريحين، هو تراجع لهلال المريخ، يعني الهلال لم يعود ذاك الهلال المخيف، المريخ لم يعود ذاك الفريق المخيف، يعني حتى الأندية الأخرى فيها اهتمام، وشفنا التعثر بيكون في ملاعب محددة، يعني عدبرة معروفة صعبة على الهلال والمريخ، الفاشر صعبة على الهلال والمريخ، في كشندي في ملاعب يعني كالنقعة ارتبطت ذهنيا انه القمة تعاني، يعني شفنا الهلال والمريخ بحقه انتصارات سهلة على خرطوم على أندية في مدن أخرى، فما بفتكر إنه هو دليل لقوة الدوري الممتاز، برغم إنه يعني إحنا أهل شندي تصدر المنافسة وشوفنا الأمل عطبر تصدر المنافسة وشوفنا الشرطة القضاري في تصدر المنافسة، دليل أنه كان في تأجيلات وكان في مشاركات خارجية للهلال والمريخ تأثروا، يعني المريخ بعد وداعه العربي والأفريقي تعثر بالتعادل على أرضه أمام حي العرب والسودان وخسر من حي الوادي نيالا. شفنا نعم. الهلال بعد أول تأهل للمجموعات خسر من هلال كادوغلي، خسر من الأمل، تعادل مع أهل عدبر. نعم. الجماهير أصبحت تتفاجأ بالانتصار، يعني الكل توقع أنه الهلال يواصل نزيف النقاط وانتصر حتى على أهل شندي بصعوبة. نعم، لكن
فوزين مهمين للهلال كما ذكرت، خاصة أن الهلال يعني مقبل على منافسة صعبة جدا، هيواجه النجم الساحلي الأهلي المصري، يعني فرق يعني مستعدة جيدا لهذه البطولة وترغب فينا تتوج بلقبها. نعم يعني الهلال يمكن تعثر في 8 نقاط في بداية الدوري وذي الأول مرة تحصل، ولكن بالمقابل المريخ فقط 5 نقاط ما جعل المسافة قريبة، يعني هو خفف شوية على الأهلة باعتبار أنه هل بتتوقع أنه يعني حيمشوا القمة بذات النهجة منه؟ يعني إذا يعني واحد حافظ على انتصارات يمكن قد يحسم اللقب باكرا، يعني ممكن أنا مفتكر الدوري يعني تحسم المواجهات المباشرة بين الهلال والمريخ، تتوقف على أنه هل نتيجة الدورة الأولى تنتهي بالتعادل، من يفوز في المباراة، يعني إن كنت تذكر في آخر 3 نسخ من الدوري الممتاز المباراة الأخيرة هي التي كانت تحسم، يعني شفنا آخر نسخة المريخ دخل بفرصتين الفوز والتعادل، النسخة القبلية المريخ أيضا بفرصتين الفوز والتعادل فاز الهلال، والنسخة التي سبقتها يعني آخر 3 نسخ حسمتها إيه المباراة الأخيرة. نعم تقريبا معظم بطولات الدوري الممتاز كان المواجهات المباشرة تلعب دور كبير في حسم البطولة بالتأكيد. ليه؟ لأنه مثلا الهلال ممكن يتعثر من الأمل ويتعثر من أهل الشندي، المريخ كذلك يتعثر من هلال وبيض، بعض الفرق يعني تشكل عقدة، يعني افتكر هلال كادوغلي عقدة للهلال، الأمل أيضا عقدة، شفنا المريخ يعني مع الخرطوم الوطني دائما ما يتعادل، المريخ مع المريخ الفاشل دائما يخسر، ففي فرق بتشكل عقدة، يعني في فرق عقدة للمريخ لكن في نفس الوقت الهلال بينتصر عليها بكل سهولة. نعم طيب شكل الهلال في الدوري كيف بترى الفريق يعني؟ والله أنا شايف في سياسة بتاعت مداورة من الجهاز الفني، شفنا أبوجة في آخر مباراتين قدم مستويات طيبة، أنا عايز أشيد بيه خاصة في مباراة أهلي مروي بالأمس قدم فيها بس رغم خطأه في المباراة أيوة أنا كنت هتحدث حاله أنه كان فيها صيغة زائدة من هذا اللاعب، وهو لاعب صغير في السن، هو حارس منتخب الشباب وحارس المنتخب الأولمبي، ويمكن تكون في توصية لأنه هو يكون ضمن المنتخب الأول، نفتكر هو حارس صغير في السن ممكن يستفيد منه الهلال والمنتخب، خاصة أنه يعني كل المقومات بتاعت الحارس الجيد تتوفر فيه من غامة وطول ورشاقة ومرونة، أفتكر يعني ممكن يشكل خطورة كبيرة على يونس الطيب، وفي ظل المستويات والتطور اللي بيحرزه ممكن هو يكون البديل الأول للحارس الأوغندي جمال ساني. نعم طيب ننتقل للأهلي شندي، الآن حتى الصدارة بين الهلال وبين الأهلي شندي، كيف بتقرأ مشوار الأهلي شندي؟ صحيح كلا الفريقين ب 13 نقطة، يعني فريق أهلي شندي من الفرق اللي أداء متذبذب، يعني الآن يقوده المدرب محمد عبد الله مازدا بمعاونة صبري عبد الله، يعني الفريق تعادل خارج أرضه مع بندار الكيني في تمهيدي كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، وعاد وتعادل في شندي إيجابيا، لذا ودع المنافسة، أنا أفتكر كان وداع حزين لهذا الفريق، كان بيستحق أنه حتى قياسا أداءه في مباراتين كان بيستحق التأهل يعني. نعم لأنه يمكن من الصدف أنه ياسر مزمل سجل الهدفين، نعم. سجل في مرمى وقدر أنه يعود في الدوري الممتاز، يعني الأهلي بدأ بداية جيدة، فاز على حي الوادي نيالة في استاد الخرطوم، وفاز على الشرطة في القضارف، فاز على رابطة كوستي بخماسية، يمكن أكبر نتيجة في الدوري الممتاز، إلا أنه خسر من هلال وبيض في شندي، وتعادل في شندي مع مريخ الفاشر بهدفين لكل فريق، يعني في مباريات سهلة فقدها اللي هي الخسارة من هلال وبيض والتعثر أمام مريخ الفاشر في شندي، ودي نقاط يعني داخل أرضه، وشوف نعم. الفريق نسبة نجاحه عندما يلعب أكثر خارج الشندي، ودي مشكلة أهلي شندي دوما هي خسارة نقاط سهلة في ملعبه دوما في كل البطولة. صحيح يعني شوف الفريق اللي بيحرز نتائج جيدة خارج أرضه كان تعادلات أو انتصارات، دي الفرق التي ممكن يعني تنافس على اللقب، وهذه الشخصية تميز بها أهلي شندي منذ صعوده للدوري الممتاز، فريق شرس، فريق
يعني عنده شكل ثابت بيأدي بصورة طيبة عندما يلعب خارج أرضه، لا يتأثر بحسابات اللعب داخل وخارج الأرض. نعم. الأهلي شندي عنده عدد من اللاعبين المميزين، يعني هل بتفتكر أنه قادر على المحافظة أو المنافسة على الصدارة حتى نهاية المنافسة، أم أنه زي ما بيحصل في كل مرة يعني في نهاية الدورة الأولى بينحصر التنافس بين هلال المريخ وتبدأ الدورة الثانية ويعني يستمر بين القمة ويظل التنافس على الثالث والرابع بين فرق معينة يعني من أهلي شندي وهلال الربيع والخرطوم والوطن؟ في حديث نحن ممكن نأخذه محمل الجد، انه مازدا قال احنا يعني مشاركتنا هذه المره دائما تكون مختلفه، يعني الاهلي حقق المركز الثالث وحقق المركز الرابع، يمكن نريد ان يكون وصيف لماذا لا يكون الاهلي هو بطل، يمتلك مقومات انه يكون بطل، لكن اهم هذه الشروط انه يحافظ على نجومه. الان شفنا ياسر مزمل بالامس بين الخماسيه سجل هدفين وارتفع برصيده لستة اهداف، والان يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الممتاز بفارق كبير عن أحمد الصادق اللي عنده 4 أهداف، مهاجم الفلاح العطبراوي. ويعني ياسر مزمل هناك حديث حول أنه الهلال يريد التعاقد مع هذا اللاعب، هذا اللاعب تألق مع المنتخب وسجل هدف الفوز على تنزانيا وتسبب في العديد من ركلات الجزاء، فبالتالي الأهلي يجب أن يحافظ على هذه المنظومة ويكون فيه جهاز طبي جيد، لأنه شفنا في الفترة السابقة في كثير من الإصابات لجومه، المدافع الطيب عبد الرازق، لاعب الوسط والي الدين خضر بوبا، ديل بيقللوا من قوة الفريق. نعم. المريخ رغم تعثر الهلال ولكن عاد وخسر يعني أمام حي الوادي النيال الفريق المتقدم وتعثر بملعبه، كيف بترى حال المريخ؟ أنا برى المريخ يعني هو أقل الفرق يعني أداء للمباريات، يعني في أول مبارتين فاز على أهلي مروي في مروي، فاز على أهلي الخرطوم برباعية وتعادل سلبيا مع حي العرب، خسر بهدف من حي الوادي في نيالة، فاز على هلال الفاشل الخيالة بهدفين لهدف. لديه مباراة مهمة أمام مريخ السلاطين، ودي مباراة أصعب من مباراة الهلال تحتاج لتركيز. المريخ بيمر بفترة صعبة جدا اللي هي فترة بتاعت يعني محاولة انه الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال وعنجا انه عمل على الجانب النفسي في انه يهيئ اللاعبين بعد الوداع الافريقي والوداع العربي انه يعمل على بناء فريق وتنظيم الفريق من جديد، خاصة انه مجلس الادارة اتخذ قرار غريب لم يقيل الجهاز الفني بقيادة المدرب آية طلّة، لم يعفيه لكن أوقفه واتخذ قرار بعودته فورية للخرطوم، والآن المدرب موجود في الخرطوم وهو مدير فني وموقع عقد لمدة عام. نعم ده خبر مهم يا نعم طيب. يعني هل المدرب لم تتم إغالته رسميا؟ لم تتم إغالته هذا المدرب، وحديث لعلي أسد وعديد من الإداري أنه يعني إيغافه عن الإشراف عن الفريق في بمحاولة يمكن يعني أو خوف من الإغالة باعتبار أنه في شر جزائي، ممكن تكون كثير من الأشياء، لكن يعني هذا المدرب يعني لا يعرف حتى أسماء لاعبي المريخ، يعني حتى التوقيت الجفي وتوقيت ضيق جدا جدا، والمريخ فيه فترة بمر فترة صعبة، فيه مشاكل إدارية، فيه مشاكل مالية، فيه صعبات، فيه ظروف ضد المريخ، كثير من الظروف أنا أفتكر يعني للصعب لمدرب أجنبي يعمل في الفترة الحالية، يعني المدرب الأجنبي دار يجي في معسكر يجي بداية موسم يشرف على المعسكر حتى يتعرف على اللاعبين وعلى مقدراتهم ويوظفهم التوظيف الصحيح، فهذا المدرب المريخ ممكن يستفيد منه في الفترة الجاية، لكن حاليا أنا شايف أنه جمال أبو عنجة هو الأنسب للمريخ، هو مجلس الإدارة في طريقه أنه قد يسمي أبو عنجة كمدير فني مكلف في الفترة المقبلة، خاصة أنه أداء المريخ ارتفع بصورة كبيرة جدا بكل تأكيد يعني. صحيح شفنا المريخ يعني فرق كبير جدا جدا، يمكن المدرب الجزائري أشرف على مباراة أهل الخرطوم فاز فيها رباعية، خسر في الجزائر بإضافة أنه خسر في حي الوادي نيالة، فالشكل المريخ ما كان مغنى في مباراة حي الوادي، لذا كان في قرار، وأنا أفتكر القرار الإداري وضح أنه يعني قرار سليم، لأنه شفنا
ماذا فعل جمال أبو عنجة؟ يمكن اللي خطأ نفس اللاعبين نفس الأجواء، يعني جمال أبو عنجة لا يملك عصا موسى وليس لدي عصا سحرية، يعني ليه؟ لأنه هو يعرف لاعبي المريخ وعارف الأجواء في الولايات وقدر إنه يشتغل على الجانب النفسي، لكن المدرب آيت الله حتى ممكن ما يعرف منجد من أبو عشرين. نعم، في حديث عن إنه المدرب حاد في تعامله مع اللاعبين ودي دوما مشكلة، يعني نحن هل دوما قاعد نفهم إنه والله الانضباط ده حدة، يعني دوما ما كل مدرب يفرض سياسة الانضباط بيجد المحاربة من اللاعبين، محاربة من اللاعبين وعنده خلافات مع بعض مع اللاعبين وتحديدا حمزة داود. يعني هو فعلا اتخذ قرار بالطرد هذا اللاعب. نحن والله أنا شخصيا مع سياسة إنه يكون في انضباط وتكون في مسؤولية، يعني فترة من الفترات يعني المدرب الكبير يعني حسام البدري كان في المريخ ويعني من أول القرارات التي اتخذها إنه يجي معه مدير كرة مصري، وشوفناه فرض عقوبات خصومات مالية على أنذاك على بلة جابر وعلى الدين يوسف، كان يعني بتخصم منهم، لكن للأسف الإداريين يعني بيسلمون المبالغ المخصومة حتى إنه اللاعب لا يغضب. وأنا أفتكر هي دي سياسات، يعني الأندية الكبيرة عندها لائحة فيها حوافز فيها جزاءات وفيها كثير من الأشياء، ودي نحن صراحة نحن ما محترفين، بتأكد إنه نحن زمن الجودية والمحاباة والطبطبة، يعني لاعب من يغلط بالتأكيد يجب أن يحاسب لأنه هو لاعب محترف، أنت وفرت له بيئة جيدة وفرت له مرتبات وحوافز، بده يكون هناك مبدأ بتاع محاسبة. نعم، المريخ الآن لم يتبقى له إلا الدوري الممتاز، يعني بتفتكر إنه عدم المشاركة في بطولات خارجية مفيد للمريخ باعتبار انه ما في ارهاق ما في تعب التركيز كله على الدوري الممتاز، ام انه المباراة الافريقية والبطولة العربية بتمنح الفريق يعني احتكاك ولياقة مباريات وخبرة؟ يعني هل شايف وضع المريخ الان في ظل تفرغ الكامل للدوري الممتاز دي في مصلحة المريخ ولا العكس؟ انا بشوف انه ممكن المدرب الجزائري يتابع المباريات واذا كان في قناعة من ادارة المريخ انه هذا المدرب ممكن يطور من مستوى اللاعبين وممكن يبني فريق، لأنه المريخ في عدد من اللاعبين مطلقي الصراح محمد عبد الرحمن مجد النيل التكت غيره من اللاعبين محتاجين لإعادة قيد، والمريخ فيه مشاكل في كثير من الخانات في الدفاع في الطرف اليمين، ومحتاج لأنه يغني الوضعية أكثر من لاعب، بعض اللاعبين لديهم مستحقات، فممكن لأنه بعض اللاعبين يستسهل مباراة الدوري الممتاز وكأس السودان بيفتكروا أنه يعني أقل مجهود ممكن يلعبوا ممكن يكسبوا، دي مسألة خطأ جدا جدا، عكس الفريق لما يكون مشارك فريقيا أو عربيا بتلقى اللاعب بيهتم بنفسه من حيث الغذاء من حيث الراحة عدم السهر كل هذه الأشياء، بتسهر انضباطه بتسهر جديته ويتنافس، وخاصة أنه التنافس الأفريقي الآن يعني أصبح العيون كل الكشافين على الغارة الأفريقية وعلى الدوري الأبطال وعلى البطولة العربية، شفنا محمد عبد الرحمن تهافتت عليه والفرق ليه؟ لأنه ظهر مع المريخ بمستوى طيب، فاللاعبين بقت تدخل إنه يكون في ثقافة بتاعت احتراف، الآن هناك عروض لمحمد عبد الرحمن، واليوم سمعنا إنه في عرض لمنجد النيل بالإضافة لوليد الشعلة، هناك حديث إنه لديه عروض، وشفنا شيبوب في سيمبا التنزاني، فاللاعبين يريدوا أن يعني يقدموا ويظهروا بمستوى طيبة. فالفريق عندما يشارك افريقيا ومشارك عربيا بيكون في اهتمام اكثر حتى من مجلس الاداره وحتى من الجمهور. تتوقع عوده بكر المدينه مره اخرى للمريخ رغم احترافه؟ لكن في اخبار عن انه هو رفض انه يرجع العراق. في ازمه هي بتاعت مستحقات، يعني من المكاسب الاداريه انه مجلس اداره نادي المريخ جدد لبكر المدينه من عايد إعارته للفريق القوة الجوية، فبالتالي استفاد من المبلغ المالي، قدر إنه يمنح بكر المدينة مستحقات تجديده ويكون في فايت، قدر إنه المجلس يحل كثير من المشاكل. في أزمة تم احتواء توقع إنه بكر المدينة يعود لفريقه وفقا لما وصلنا من بغداد اليوم، في خبر إنه تم احتواء الأزمة، وهي كانت مشكلة يعني متعلقة بالمال وكان في سوء تفاهم،
اللاعب نتمنى انه نشوفه يلعب في الدوري العراقي ويسجل اهداف، خاصه انه في اكثر من لاعب في المريخ الان محترفين في العراق، ونتمنى يكون في استقرار في العراق حتى يسخر اللاعب بصوره طيبه ويعود للمريخ. نعم، ننتقل للرابع، يمكن حي الوادي نياله قدم مستوى متميز واستطاع انه يتفوق في الاسبوع الماضي على المريخ. بهذا الفريق هنالك انباء وحديث انه سيتم رعايته وتبنيه من قبل قوات الدعم السريع، وانه قائد قوات الدعم السريع عضو المجلس السيادي حميدتي وافق رسميا انه يرعى هذا الفريق وقبل مقترح. حتى مباراة الملك سمعنا انه رصدوا لها حافز كبير جدا جدا. الفريق بقوده المدرب مبارك سليمان وهو من المدربين المميزين، في مجموعة طيبة من اللاعبين، حجار لاعب المريخ، جمعة جينارو حارس الهلال، أتير توماس، بالإضافة لعدد من اللاعبين الشباب المهاجم وايل وعاصم حميدة، يعني عدد من اللاعبين المميزين، فممكن هذا الفريق ينافس ويشكل ضغط على انه يقتحم المربع الذهبي. معروف المربع الذهبي الهلال والمريخ واهلي شندي والخرطوم الوطني، بعد افتك مكان كان هذا المكان لصالح هلال المبيض. ففريق حي الوادي يعني قبل يومين تعادل على ارضه سلبيا مع مريخ الفاشر، يعني لو حقق الانتصار كان هو هيكون منفرد بالصدارة ب 15 نقطة، فأهدر نقطتين الفريق يعني سيصل. عنده لاعبين أصحاب خبرات كل تأكيد. نعم، يعني هذا الفريق ممكن، وجماهير كمان في حضور كبير في نيالة. نعم، ونحن بنبارك له والمجهودات الكبيرة اللي عملوها، وشفنا الملعب جميل جدا جدا وفيه مقصورة جميلة، افتكر دي من البنيات التحتية اللي نحن نتمنى نشاهدها في كل المدن. نعم، طيب سريعا ننتقل لفريق الأمل العطبراوي، أيضا قدم مستوى متميز في البداية، يمكن تفوق على الهلال وظهر بمستوى متميز. يعني صحيح، نفتكر بقيادة المدرب كفاح صالح، يعني ما شاء الله نتائج طيبة. السر في انتفاضة الأمل في قرارات ثورية اتخذها رئيس النادي مولانا جمال، وأنا بحييه من هنا، يعني اتخذ قرار بحل القطاع الرياضي ودائرة الكرة وعاد تكوينه من جديد. القطاع الرياضي الآن برأسه الباشمهندس مرتضى عبد الله مدير الكرة غرشي، قدروا إنه يكون يفرض سياسة الانضباط، وقدروا إنه يهيئوا الأجواء للجهاز الفني، مما جعل اللاعبين يبدعوا، والفريق ويمكن كفاح استفاد من فترة التوقف لمباراة المنتخب اللي كان هي ما يقارب الشهر، قدر انه يعمل اعداد، ومن فترة التوقف يعني فاز على الشرطة، تعادل مع اهل الوبيض في الوبيض، فاز على الهلال، تعادل مع الرابطة في كوستي، فاز على الفلاح في عطبرة، اليوم يخوض الديربي امام الاكسبريس. فنفتكر اذا حقق الانتصار اليوم سيرفع رصيده ل 15 نقطة وينفرد بالصدارة، لكن الامل هو اكثر فرق لعبت مباريات، عنده 8 مباريات خاضها. نعم، طيب القادم الجديد للدوري الممتاز ايضا بدا الدوري بتميز، يعني رغم التراجع اللي حصل، الفلاح. الفلاح برصيد 10 نقاط لا زال في المراكز الصدارية. نعم، لكن بدايته كانت صدارة، كان بداية قوية جدا. نعم، جدا، ويعني بعد الانتصار على بعد الخسارة من الهلال الصغيرة بخماسية، يعني يمكن اثرت في المعنويات. نعم، الادارة واتخذوا قرار يمكن ما مدروس اللي هو يعني غالة الجهاز الفني، يعني تم إحفاء المدرب الذي غادر الفريق للصعود المدرب ياسر كديس، ويعني يفتكر هو كان الأفضل أنه يستمر، لأنه عندما تلعب أمام الهلال المريخ يعني أنت بتلعب لأنك تنتصر، لكن إذا لم تنتصر يعني نفتكر نتيجة عادية. نعم، الخسارة عادية من الهلال أو المريخ، خاصة أنت عندما عدم الخبرة بالتأكيد، وأنت فريق يعني وافد جديد وتلعب مع الهلال والمريخ في ملعبهم، يعني الهلال والمريخ صعبين جدا جدا عندما تواجههم في الخرطوم. نعم، طيب ننتقل لفريق الأهلي الخرطوم. هو من الفرق يعني وضعيتها كانت معقدة في البداية، لكن الآن الفريق فاز في ديربي على خرطوم وطني، حول تأخر كان متأخر بهدف، إلا أنه الكابتن علي جعفر وعوض زايد نجم شباب الهلال السابق منحوه انتصار غالي. الخرطوم رفع رصيده ل 5 نقاط، وده اول انتصار له بيحققه،
يعني الفريق في الأسبوع القادم سيواجه حيرواتي نيالة، تعادل في 3 مباريات، تعادل مع حيرواتي نيالة ومع هلال الفاشر، وخسر من المريخ وخسر من حي العرب بورسودان. يقوده الخبير برهان تيا، آخر مباراة في انتصار، بالتأكيد بدأ يأخذ يعني يسترد عافيته، خاصة مع وجود برهان المدرب الخبير في الدوري الممتاز، والأهلي عنده لاعبين شباب مميزين جدا بكل تأكيد. وهو لخبص شوي عانى من مشاكل إدارية، مشاكل إدارية اللي هي استغالة الكابتن محمود صالح والفاتح التوم وعودة المهندس خالد هارون لرئاسة النادي من جديد. نعم. طيب ننتقل لنادي الخرطوم الوطني، واللي يمكن بالأمس قال المدرب الكوتش خالد هيدان. صحيح، المدرب المغربي خالد هيدان هو رسميا خارج قلعة، تم التعاقد مع إبراهيم. نعم، وإبراهيم يمكن بالأمس، هل دي تداعيات الخسارة أمام الأهلي؟ بكل تأكيد يعني الديربي، لأنه يعني يمكن خالد هيدان في يعني مجمل مبارياته يعني نتائجه طيبة، يعني غاد الفريق في فترة وجيزة، يعني خلف المدرب بيريس الذي غادر، لا نعلم ظروف مغادرته. يبدو أن الخرطوم الوطني تأثر بالمنقول الأزمة المالية، لكن يعني فض الشراكة مع الجهاز الأمني والمخابرات، فالمدرب بريس كان بيأخذ بعض الخلافات الإدارية يعني. نعم، وحتى الآن النفيدي والمجموعة قدمت استقالتها، ولكن الاتحاد العام كلفها بأنها كلجنة التطبيع لمدة 60 يوم في أنها ترتب لجميع عمومية. الجيد أن الخرطوم الوطني يعني عدل نظامه الأساسي وعنده نظام معتمد من الاتحاد العام، فما في مشاكل حتكون في جمعية في الفترة الجاية. الخرطوم الوطني يعني أفريقيا لأول مرة مع هيدان تجاوز التمهيدي لأول مرة في تاريخه. نعم. يعني واجه فريق موريتاني، يعني تعادل معه إيجابيا في موريتانيا وفاز عليه في الخرطوم، خسر في الخرطوم من موتيمبا الكونغولي، وهو فريق يعني عنده قوة مالية وفريق قوي جدا، رغم انه اداء الخرطوم كان مواسن، نعم، اخطاء فردية واخطاء دفاعية قاتلة جدا هي التي ادت الفريق انه يخسر في الخرطوم، لكن عمل ريمونتادا قوية جدا في الكونغو، ويمكن الفريق الكونغولي تأهل على بطل الكونغو على بطل الكاميرون بالفوز ذهاب وإياب يعني. لكن الخرطوم الوطني فاز على الفريق الكنغولي، الفريق الخرطوم الوطني اول فريق يفوز على موتيمبا الكنغولي في ارضه، ويمكن شفنا في عرض مقدم من موتيمبا الكنغولي لمهاجم الخرطوم الوطني محمد مصطفى، نتمنى انه نادي الخرطوم الوطني يوافق على عرض الاحتراف، خاصه انه اللاعب ابدى موافقته والغى بالكره في ملعب اداره النادي. نعم، لكن الفريق مجموعة اللاعبين قادر اذا تجاوز الازمه الاداريه الحاصله وتقرير الجهاز الفني، تم التعاقد مع ابراهيم، هل تفتكر الفريق قادر على المنافسه على تحقيق على الاقل المركز الرابع اللي حققه الموسم الماضي؟ في مساله بتاعت حسابات دقيقه، الخرطوم الوطني على مدى التاريخ يعني ما بيعتمد على اللاعب الجاهز الاخفش شويه، بيعتمد على اللاعبين الشباب الموجودين او الذين يتم تصعيدهم من فريق الشباب، والبغودو ابن النادي احمد الجاز، ونحن بنحييه من هنا، قدم الكثير من اللاعبين. إبراهيم عنده فلسفة وعنده سياسة دائما بيعتمد على اللاعبين الجاهزين أو أصحاب الخبرة، فأتوقع إنه إبراهيم يقوم بانقلاب كبير في الميركاتو المقبل في شهر يناير، بأنه يتعاقد مع عدد من اللاعبين، ودي ممكن يعني تغير أسلوب الفريق في الفترة الجاية. نعم. طيب ننتقل قربا إلى مريخ الفاشر، فريق برضو كان من الفرق القوية جدا، قدم مستويات مميزة جدا. صحيح، مريخ الفاشر بقيادة مدرب التاريخي محسن السيد، لأنه هو أول مدرب يقود الفريق للصعود 2010، وشارك معه في سكافة وأهله للنخبة تواليا مرتين في النسختين التي نظمت النخبة. مريخ الفاشر هو من الأندية التي تشارك في النخبة مع الثمانية الكبار، مع الهلال والمريخ والأندية الكبيرة، فالفريق بدأ بداية طيبة، يعني عنده تعثر او هي خساره وحيده من حي العرب بورسودان،
يعني الفريق خارج أرضه تعادل مع حلواد نيالا، تعادل مع أهل شندي في شندي، مباراته المقبلة مباراة صعبة جدا يعني أمام المريخ، وأفتكر إذا حقق التعادل فيها أفتكر يعني بيكون مقبول، لأنه أنت تلعب أمام القمة ودائما كل الفرق تخسر من أندية القمة. نعم، هلال الفاشر أيضا من الفرق اللي عادت مرة أخرى للدوري الممتاز. بس صحيح عودة لكن مغلقة، هي عودة غير مطمئنة. الفريق يعني يعني كان فيه تسجيلات جيدة، في استقرار في الجهاز الفني، لكن في عدم توفيق، في عدم توفيق. لابد أن يكون يعني مجلس إدارة لابد أن يقوم بإجراءات تصحيحية حتى يعود الفريق للطريق الصحيح. يعني الفريق حتى الآن لم يحقق أي انتصار، يعني تعادل مع مريخ الفاشر في الديربي، تعادل مع أهلي الخرطوم، تعادل مع الخرطوم الوطني، فثلاثة تعادلات، ثلاثة نقاط، وهو من يمكن أهلي مروي وأهلي عدبرة في الفاشر، ثلاثة فرق ديل ما حققوا أي انتصار في الدوري الممتاز رغم وصولنا للجولة رقم 9، فتأكد أنه في مشاكل فنية في الفريق. لابد أنه مجلس الإدارة مع الجهاز الفني يعملوا على تصحيح الخلل، خاصة أنه هلال فاشر صعد هذا الموسم. نعم. وغاب ثلاثة مواسم عن الدوري الممتاز، يعني لا زالت أغلبية الفرق بتلعب للبقاء في الدوري الممتاز، فرق معينة بتلعب على الصدارة للصدارة، فالعقلية بتاع هلال فاشر لابد أنها تختلف، خاصة أنه هذا الموسم يعني اللائحة بتقول هبوط ثلاثة أندية مباشرة وفريقين يلعبان ملحق السنتريك، فالترتيب الحالي اللي بيحتله الفريق هو بيؤدي للهبوط، فلا بد أن تكون في انتفاضة، لا بد أن يكون في أداء طيب. شفنا الفريق قدم مستوى جيد أمام المريخ. نعم، طيب ننتقل إلى هلال كادوغلي، فريق بيضم لاعبين مميزين لكن تأرجح في المنطقة. صحيح، هو بقوده الخبير الوطني والمدرب القدير محمد عبد النبي ماو. أيضا هلال كادوغلي فيه شيء محير، يعني هو فاز على الهلال في استاد الهلال. نعم. جوهر الزرقاء بعد أول مباراة، ولكن تعسر في ملعبه، تعسر في ملعبه مع الرابطة كوسي، وشفناه يتعسر مع أهلي عدبرة متزيل الترتيب. هلال كادوغلي في أربع مباريات داخل أرضه لم يحقق الانتصار، تعادل مع الرابطة كوسي إيجابيا بهدف لكل فريق، تعادل مع مريخ الفاشر بهدف لكل فريق، تعادل سلبيا يعني مع أهلي عدبرة، فدي في مشاكل. فيبدو أنه يعني حتى في مباراته الأخيرة لأهلي عدبرة بعد المباراة انتهت، اللي هي استكملت على مدار يومين نسبة لهطول الأمطار، يعني شفنا 30 دقيقة لعبت بعد 24 ساعة من المباراة، شفنا الجمهور اقتحم الملعب، وأفتكر ده سلوك غير رياضي، نتمنى أن الجميع يتحلوا به الروح الرياضية. ولجنة المسابقات اتخذت قرار بأنه أول مباراة داخل أرضه سيتم تحويلها لخارج ملعبه، ونفتكر كان في قرار سليم من مجلس إدارة الاتحاد العام. طيب عشان الزمن ننتقل شرقا إلى مدينة بورسودان وحي العرب سكرتا. سكرتا أو الشوتال، يعني فريق مختلف في كل شيء، أنا صراحة بمنح الدوري نكهة خاصة. نكهة يعني. نحن بنحيي أهلنا في. نعم، تحية خاصة. الشرق الباسم، مدينة بورسودان من المدن الجميلة، الآن هلال الساحل ومريخ الصغر في الدوري الوسيط، نتمنى إنه الهلال والمريخ وحي العرب يكونوا موجودين في الممتاز. حي العرب بورسودان بدأ بداية متعسرة، كان بقوده نجم الفريق ونجم الهلال السابق والمنتخب الوطني محمد عبد القيوم أبو شامة، يعني تم إعفاء أبو شامة. شوف يعني بعد إعفاء أبو شامة الفريق انتفاضة قوية جدا جدا، يعني فاز على مريخ الفاشر، تعادل مع المريخ في استاد المريخ، تعادل مع شرطة القضارف في القضارف، وفاز على هلال الأبيض بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف. الفريق الآن في مركز متقدم جدا جدا، ومباراته المقبلة هتكون إن شاء الله يوم 2/11 مع الهلال، يعني دائما مباراة الهلال حي العرب بتكون جميلة جدا، بتكون فيها أهداف. نعم. يعني ممكن النتيجة تكون 4-3-2-1، يعني 1-0 يعني مستحيل مباراة هلال حي العرب تنتهي 1-0، فبنشاهد فيها متعة بتاعت كرة قدم، وبنشاهد فيها عدد كبير من الأهداف. نعم،
سريعا ننتقل لمدينة الأبيض وهلال الأبيض، الفريق اللي كان بشكل يمكن قوة كبيرة جدا للدوري الممتاز، ما في شك تراجع كبير هذا الموسم. والله أنا يعني هذا الفريق يعني يمثل مدينة الأبيض، نتمنى أنه يكون في تكاتف من أبناء الأبيض حول هذا الفريق حتى لا يعني تصح المغورة تقول هلال هارون. يعني معروف هذا الفريق كان بيحظى برعاية كبيرة من مولانا أحمد هارون والي ولاية شمال كردفان السابق، بالتأكيد تأثر بالوضعية لأنه الوضعية ما كانت مغننة. يعني كان مجلس الإدارة الموجود يعني ما في إداري بدخل يده في جيبه، كل الصرف كان على الولاية من النفير. الآن في مجلس تسيير أو لجنة تطبيع كونها الاتحاد العام، في موجودين الخبير شرف الدين أحمد موسى مع إدريس حولي مع عبد الباقي الطاهر النجم التاريخي لمدينة الأبيض ولعب الهلال والمنتخب السابق، حتى الفريق نفس العناصر يعني كورونجو أحمد عبد العظيم زكريا حيدر مفضل مؤيد عبدين مع زلقوز، لكن يعني الفريق داخل أرضه يعاني. في آخر مباراة تعادل مع أهلي مروي، شفناه تعادل مع الأمل عطبرة برغم أنه فاز على أهلي شندي في الشندي، ويمكن خسر من حي العرب. لديه مباراة مطلع هذا الأسبوع في الخرطوم، مباراة بالتأكيد مباراة صعبة جدا، هذا الفريق يحتاج لأنه تكون هنالك وقفة من أبناء الأبيض. نعم، لكن هذا الفريق يمتلك عدد من اللاعبين المميزين جدا، ولديه مهاجم مميز محمد عباس الآن من الأسماء المطروحة على الهلال. أتوقع أنه حتى الحال يمكن أحمد عبد العظيم مرشح للانتقال للهلال. أنا أتوقع الانتقال يكون للمهاجم، لأنه حوجة الهلال صراحة للمهاجم يشكل ثنائية مع وليد الشغل، لأنه واضح تماما أنه لن يعني أمبوبو لن يعود، لأن أمبوبو لديه مستحقات وحتى يعني $10,000 مرتب يعني مرتفع جدا جدا. نعم، احنا بمناسبة مومبو تحدثنا بوضوح في هذا البرنامج انه مومبو لن يعود للهلال بكل تأكيد، لانه مشكلته مشكلة قروش. الهلال شهرين ما دفع مرتباته، اي حديث عن الوضع في السودان غير صحيح، الموضوع موضوع قروش الفيفا. دفعتها للمحترفين بيلعبوا لك، ما دفعتها ما بيلعبوا لك، ولا بيجوا تاني يعني. عشان كده الكلام اللي بيقال عن مومبو كله كلام عاطفي. نعم، كلام عاطفي ما عنده اساس من الصحة. طيب ننتقل لمدينة القضارف والشرطة، الفريق اللي يمكن يعني أضاف كثير للدوري الممتاز. صحيح، يعني الآن يعني زمان القمة في الشرق بتكون بين أندية بورسودان وكسلة. نعم، نتمنى أنه المرغن كسلة العنيق يعود للدوري الممتاز. الآن القمة أصبحت بين حي العرب والشرطة القضارف. نعم، يعني تأكيد الفريقين كانوا يعني وضعية يعني لا بأس بها، خاصة أنه القمة انتهت بتعادلية. يعني القضارف والبورسودان يمكن مدينتين كانت هادئات في الدربي الأخير، يعني من غير أي مشاكل، كان في روح طيبة. الشرطة بقودة المدرب محمد محي الدين الديبة، الفريق وصل الفاشر اليوم، لديه مباراة أمام هلال فاشر، يعني نتائجه فيها نوع من التذبذب، خاصة أنه يعني بدأ بداية قوية، تصدر الدوري الممتاز في أول 3 أو 4 جولات. نعم، يعني ولكن تراجع بعد ذلك. نعم، تراجع وخسر من أهل شندي في القضارف، ويعني خسر من الأمل في عطبرة، وتعادل في أرضه مع حي العرب، كل هذه نقاط يعني أهدرة، لكن في تركيز في من الجهاز الفني وفي عمل كبير. يعني كونه الفريق يغادر مبكرا للفاشل افتكر ده فهم راغي، لانه الرحله صراحه مرهقه، يعني من الشرق لاقصى الغرب، فرحله مرهقه. نعم، طيب ننتقل لمدينه كوستي وفريق الرابطه اللي ايضا برضه يعني بيفقد في كثير من النقاط، ممكن تلقى هزيمه ثقيله من اهل شندي. طيب يعني فريق الرابطة كوسي نجا بعجوبة من الهبوط الموسم الماضي، كان لعب دوري الهبوط، ف يعني مجلس إدارة النادي تعاقد مع المدرب محمد الطيب مورينيو، لكن للأسف العلاقة لم تستمر، كان في خلافات كانت غير معلنة في الفترة الأخيرة، أعلنت حتى محمد الطيب قدم استقالته وتم رفضه، وقبل يعني بعد الفريق تعادل مع الأمل عطبرة
سلبيا في كوستي. بعد هذه المباراة قدم محمد طيب استغالته ومجلس الإدارة قبل الاستغالة وكلف الجوكر المدرب المساعد انه يشرف على مباراة أهلي شندي وتلقى فيها الخسارة بخماسية. الفريق عنده انتصار وحيد، فاز على أهلي عدبرة، تعادل في كادوغلي مع هلال كادوغلي بهدف كل فريق، وتعادل مع الأمل عدبرة. ده هي 5 نقاط، وضعية صعبة جدا جدا، محتاج لوقفة، محتاج لأنه يسمي المدير الفني الجديد سريعة. يعني أنت عندك مدير فني قدم استغالته وقبلت الاستغالة، من هو البديل؟ يعني حتى لا يحدث فراغ، وفشنا الفراغ أثره كان يعني الخسارة بنتيجة كبيرة في الشندي. نعم. طيب سريعا عدبرة مرة أخرى نادي الأهلي. والله يعني الأهلي الإكسبريس يعني من الأندية التي مثلت السودان فريقيا في الكونفدرالية، لاعب أمام إيتانشيتي الكنغولي، يعني قدم كثير من اللاعبين الآن في تشكيلة الهلال، دراج وحمد المعتصم هم خريجين مدرسة الأهلي. نعم. في المريخ التكت محمد الرشيد حقار كلهم من الأهلي. صراحة الأهلي بدون خامات وعناصر مميزة، لاعبين على مستوى عالي، لكن في قصور إداري كبير. واضح إنه الفريق يعاني من أزمة مالية. نتمنى إنه يعني رئيس النادي ربنا يمتعه بالصحة والعافية، أو راعي الفريق حسن عبد السلام الصاغة، يكون فيه اهتمام بهذا الفريق. لا يعقل إنه الفريق يعني حتى الآن نحن في الأسبوع 9 يكون فيه 5 مدربين. يعني الفريق بدأ بالمدرب ياسر الشمالي، بعد الباغر كوكو، ومن ثم الفاتح الذي تعادل مع الهلال، وسمعنا أن الفريق سيتعاقد مع حبيب نواي، والآن مدرب شاب أيمن دابة. أتمنى له التوفيق. ففي مشكلة إدارية ومشكلة فنية في الجهاز الفني، لكن الفريق على مستوى العناصر أميز العناصر الموجودة في الساحة، اللاعبين الشباب، حدث عن الكسمبر، حدث عن الجيجير، عن سفلاوي، عن آدم الدار، على مستوى عالي جدا جدا. نعم. طيب نتحدث عن التحكيم في البطولة. أفتكر يمكن قلت اللهجة والانتقاد والحديث الكثير عن التحكيم، ما عدا يمكن في المباراة الأخيرة. والله يعني في 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 جهود من الاتحاد العام إنه يأهل الحكام، وبالتأكيد يعني إحنا الحكام هم جزء لا يتجزأ من نجاح الدوري الممتاز. فطالما الحكام يكونوا مرتاحين في المخصصات في ترحيل، أتوقع الحكام سينصرفوا، حيكون في تركيز ذهني كبير جدا جدا، ولجنة التحكيم حريصة على أن المباريات يعني لبر الأمان. يعني شفنا الفترة السابقة عديد من المشاكل التي كانت تحدث، يعني والانفلات الرياضي، لكن دائما نحن يعني في الوسط الرياضي بقول لا بنخاسب ولا بنعادي، في روح رياضية. نعم. يعني حتى نعم. السياسيين بقول لك خلي روحك رياضية. نعم. ان شاء الله دوما الروح الرياضيه تظل موجوده في الرياضه. نعم. وفي السياسه وفي كله يعني ان شاء الله. طيب سريعا يعني بقول لي زمن انتهى، لكن تعليق على قرعه التاهيل اللي اجريت اليوم. صحيح، يمكن القرعه اجريت اليوم في قاعه محمد الشيخ مدني، يعني قسمت الفرق لخمسه مجموعات. دي المرحله الثانيه من التاهيل، ضموا ليها انديه تم استثناء اللي هي انديه مريخ العلفون والأهلي القضارف ومريخ مروابة وتريح تلبية. بعض الأندية لعبت مباراتين ذهاب وياب وتأهلت لهذه المرحلة. المرحلة الثالثة هي مرحلة العشرة، تتنافس 10 أندية على مجموعتين، يتم تصفيته لخمسة أندية، هذه الخمسة أندية يضاف لأندية الوسيط، ويكون المرحلة المشتركة للصعود للممتاز. فالتأهيلي يعني سابقا كان يؤهل مباشرة للممتاز، لكن التأهيل الآن يؤهلك للوسيط، الدرجة الوسيطة، ومن ثم للدوري الممتاز. كيف شايف النظام ده؟ هل ده في صالح الأندية أم بيصعب الوصول للدوري؟ هو معقد بعض الشيء. نحن محتاجين في الأول نجيز الدوري الوسيط كمنافسة، ونفتكر فيها اهتمام. ويعني مثلا بعض الأندية يعني مثلا زي أهلي عدبر هبط الموسم الماضي، لكن عاد سريع للدوري الممتاز. ليه؟ لانه في الوسيط استفاد من الدوري. إيه لو ما كان في وسيط كان حيمشي يلعب تاهيل ويلعب الدوري المحلي، ودي بتاخر في وصوله. يعني المورده عندما هبطت احتاجت ل5 سنوات عشان تعود للدوري الممتاز، هلال الفاشل احتاج ل3 سنوات عشان يعود للدوري الممتاز. فدي واحده من مكاسب الوسيط. حتى يعني ثقافه اللاعبين يقول لك
انا لاعب كبير ما ممكن العب دوري الدرجه الاولى والعب التاهيلي، ده لي افضل اكون في الممتاز، فدي بعد بتخلق مشاكل. يعني اذكر فريق في المورد ده مثلا هبط لدوري الاولى، عندي عدد من اللاعبين بعض اللاعبين لا ممكن يقبلوا انه يلعبوا في دوري الاولى. نعم نتمنى انه الانديه ان شاء الله تقدم مستويات مميزه وتقنع ويكون الصعود للفريق الافضل. طيب ممكن الدوري الممتاز الحديث كثير لكن ان شاء الله نواصله في مساحات قادمه. شكرا كتر خيرك. ان شاء الله والله منافسه مهمه، الاتحاد العام اصبح يهتم بهذه المنافسه واصبح يعني يدعم الانديه دعم مادي مباشر، واصبح يدعمها بالطريقه غير مباشره في انه يرحل الانديه. انا افتكر الترحيل ارهق الانديه خاصه انه الدوري الممتاز نحن في بلد مترامي الاطراف يعني مكلف جدا، وبالتاكيد يعني ترحيل مكلف في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه. نعم و17 نادي فالمساله صعبه جدا جدا. نعم شكرا زميلي العزيز الطيب جديد كتر خيرك كثير. كل الشكر والتقدير والله. اليوم استمتعنا بحلقه ويمكن الزمن مر سريع، ان شاء الله نواصل في حلقات قادمه ان شاء الله. المشاهدين الكرام دي كانت حلقتنا اليوم من هتاف المصاطب، تناولنا وضع الانديه في الدوري الممتاز بالتحليل. ان شاء الله الاسبوع القادم لقاء جديد. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل والى اللقاء.